وقعت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة تامر مرسي والمالكة لمجموعة إعلام المصريين اتفاقية مع الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة حسين زين. الاتفاق ينص على إتاحة كامل الإنتاج المملوك لاتحاد الإذاعة والتلفزيون ماسبيرو حصريا على المنصة الرقمية الجديدة ووتشيت. وأثار القرار جدلا واسعا في ظل توقعات إغلاق قناة ماسبيرو زمان وحذف أرشيفها من على اليوتيوب. ينضم إلينا من الأسكندرية عبر خدمة سكايب عمر حاضق الشاعر والكاتب الصحفي. أهلا بك معي أستاذ عمر، وفي البداية خلينا أقول لنا إيه تقييمك لقرار إتاحة تراث ماسبيرو على منصة ووتشيت الرقمية؟ مساء الخير، اهلا بيكم. يعني هو في كذا مشكله في الموضوع. اول مشكله انه هو ما حدش قال ايه اللي حصل بالظبط. ثم قالوا تم توقيع بروتوكول تعاون ما بين الجهه المسؤوله المصريه اللي هي ماسبيرو يعني ومنصه ووتشيت. طيب يعني ايه بروتوكول تعاون؟ بناء عليه يحصل كده؟ يعني مين دفع كام لمين؟ طيب يعني ده مال عام، وفي الاخر هو المنتج ده منتج من حق الشعب المصري، يفترض ان ماسبيرو يعني قائمه على حمايته او كده. طيب ايه تفاصيل الاتفاق في حدود متابعتي؟ انا دورت كويس بس ما شفتش اي تفاصيل، ما لقيتش اي تفاصيل بتقول ان الاتفاق هو كان هو اصلا كذا في كذا بروتوكول كذا. تعاون ما بينهم سابق من فتره، على ان المفروض ان تامر مرسي والشركه الخدمات الاعلاميه الشركه المتحده للخدمات الاعلاميه هتقوم بعمليه تطوير ماسبيرو بشكل كامل، وبرضه ما كانش عندنا تفاصيل ايه عمليه التطوير دي بالظبط، ولا ايه نطاقها، ولا خلال ايه، ولا اي حاجه. ودلوقتي سمعنا الاخبار الجديده دي. صحيح، شفت ده برضه. بس هي المشكله دلوقتي في ايه؟ انه في منتج بيتباع يعني، او منتج بيتقدم بفلوس بعد ما كان متاح للتلفزيون يقدمه مجانا. فالمفروض يبقى في اتفاق واضح من حق الشعب في تقديري، يعني من حق الشعب انا كمواطن المفروض اعرف ايه اللي بيحصل، والحاجه دي هتتعرض ازاي وبكام. يعني دلوقتي هل ماسبيرو هياخد عوائد من ده ويصرفها ازاي مثلا؟ يعني ادي اول نقطه. تاني نقطه لاحظتها في الموضوع ده، انه كل الاعلاميين وكل اللي بيتناول الموضوع بيتكلم عن انه ده حمايه للتراث المصري. طيب انا شايف النهارده لقاء مع او تصريح للاستاذ المخرج شكري ابو عميره، هو من ضمن اللي مضوا من الجهه المسؤوله، من ضمن اداره ماسبيرو او يعني الجهه المسؤوله اللي مضت البروتوكول ده، من ضمن متخذ القرار. يعني هو بيقول في وسط كلامه، نشر الكلام ده على جريده الجورنال، ان هو بيقول انه ده مهم وان احنا مش بنبيع، احنا بندي حق استغلال لواتش ات. طيب هو بيقول انه ماسبيرو كانت بتحقق ارباح عاليه جدا بارقام كبيره على قناتها على اليوتيوب. طيب يعني انا بس مش فاهم دلوقتي، هو المقصود هما بيقولوا دايما كل الاعلاميين بمن فيهم هو قال ان ده حمايه للتراث المصري. انا ما اعرفش هو ازاي بقى حمايه، يعني ايه وجه الحمايه في الموضوع؟ وجه الحمايه انه يتعرض بفلوس؟ هل دي الحمايه؟ طيب هما مثلا لو ماسبيرو عرض الكلام ده، الناس هتسجله وتنزله مجان؟ بيقولوا كده، بيقولوا انه على الفيسبوك في صفحات وقنوات بتعرض المنتج ده وبتجيب ملايين الفولورز وبتكسب اعلانات وكده، على قفا ماسبيرو او على قفا يعني الجهه المصريه المسؤوله اللي المفروض هي تكسب الكلام ده. انا نفس السؤال دلوقتي، ووتشيت لما تنزله، طب هو ايه المشكله؟ ايه اللي هيمنع ان اي حد ياخده وينزله برضه؟ يعني فين الحمايه هنا في ان ده يتحط على منصه ووتشيت وما يتعرضش فيه؟ الحقيقه ان هو حتى الاهرام كانت كاتبه اليومين دول انه مثلا عمليات النهب المنظمه اللي تمت للتراث بتاعنا في ماسبيرو، الافلام اللي اصولها اختفت والمسلسلات اللي اصولها والحلقات اللي اتسجلت كتير في برامج. يعني عمر بطيشه كان عامل مشكله، المخرج الاذاعي المعروف يعني، كان عامل مشكله انه كان عامل برنامج حلقاته طويله جدا عن شخصيات تراثيه وعن ولقاء مع اهم مفكري مصر، وهو بيقول انه 50 حلقه اختفت منه ما اتذاعتش. طبعا دي اتباعت يعني، او ما اعرفش راحت فين، بس اكيد اتهربت وتباعت بفلوس. هو ده اللي المفروض يتعمل لو احنا عايزين نقول حمايه تراثنا، يعني ده اللي انا متخيله. بس هو عرضه بفلوس، ليه كل الاعلاميين بيفترضوا ان هو ده الحمايه؟ ايه الحمايه هنا بالظبط؟ طيب يعني كل المنصات اللي بتتجه لده دلوقتي عارفه كويس جدا، بالمناسبه يعني كل المنصات سواء نتفليكس سواء القنوات المشهوره عارفه ان اهم انتاجها بيتقرصن في ثواني، مجرد ما بينزل بيتقرصن، مفيش حاجه هتحمي اي حد من ده.
يعني جيم اوف ثرونز مثلا الحلقه مكلفه السيزون الاخير الثامن ده 15 مليون دولار الحلقه الواحده، تكلفتها كده. الموسم السادس كانت 110 مليون دولار في الحلقه. الناس دي هيدفع دم قلبها، هيدفع ملايين الملايين. لو كانت تقدر تحمي نفسها وتسيطر على القرصنه مش كانت عملت ده؟ هي عارفه ان مش ممكن تعمل ده. وحضرتك لو دورتي على المسلسلات اللي زي بيت من ورق اللي هو لكذا لبابل او جيم اوف ثرونز والحاجات المشهوره دي، هتلاقيها نازله في كميه مواقع بكل لغات العالم على فكره. طب عمر خليك معايا، خليك معايا. بينضم الينا من القاهره عبر الهاتف الكاتب الصحفي هشام اصلان، الصحفي المتخصص بالملف الثقافي. اهلا بك معايا استاذ هشام. وطبعا الخبر اثار جدل كبير جدا، هل في رايك الجدل سببه ان اتاحه تراث ماسبيرو على منصه مدفوعه، يعني اللي عايز يشترك في المنصه هيدفع 100 جنيه في الشهر، ولا سبب اخر عن شكل الاعلان والتفاصيل اللي غائبه عنه ووضع الشركه وكل علامات الاستفهام دي يا فندم؟ بصي انا رايي ان الموضوع ليه شقين. الشق الاولاني اللي هو يعني الشريحه العظمى من المواطنين والناس العاديه والشعب، الناس كانت عايشه طول عمرها بتتفرج على ما تريد مجانا بدون ما تدفع فلوس، دي ثقافه مش موجوده عند عامه الشعب المصري يعني، وخصوصا انه احنا بنتكلم في حاجات فعلا الناس بتدفع فيها فلوس، يعني الحاجات القديمه اللي هي بتذيعها القنوات بتاعت التلفزيون سواء على ماسبيرو زمان او سواء على قنواتها العاديه اللي الناس بتقدر تشوفها على يوتيوب، دي حاجات الناس مش هتدفع فيها فلوس يعني. ده جانب، وما رايش ان هو الجانب الاهم في الموضوع الحقيقه. وان كان عمليا في طبعا هنخش في قصه الملكيه الفكريه وانه اذا كان ورثه المؤلفين والحقوق والبتاع الناس يعني نسياها باعتبار ان دي متخزنه في مكتبات التلفزيون المصري، لما يبقى فيها يعني اعاده محاوله تدويرها للربح منها وكده، ده هيدخلنا في معركه ليها علاقه بالملكيه الفكريه زي ما كتب ايمن بهجت قمر مثلا. ده جانب مادي وعملي، ما رايش ان هو الاهم، اهم حاجه. الجانب الاخر الادبي في الموضوع انه حاجه مش مفهومه خالص الاصرار على احتكار كل ما يخص الميديا في مصر والماده المرئيه، والماده المرئيه والمكتوبه والمسموعه دي حاجه ما بقتش مفهومه خالص. يعني يبقى الموسم الدرامي محتكرات شركه بعينها بتشتغل عامله، وده طبعا اثر على مستوى الدراما وعلى مستوى التمثيليات، الناس كلها شافت ده واتكلمت فيه، وتبقى نفس الشركه هي اللي بتمتلك عدد من الفضائيات وعدد من المواقع الاخباريه في مصر، وتبقى نفس الشركه تقرر انها تشتري كل تراث التلفزيون المصري من الخمسينات لحد ما سينتج مستقبلا. تمام؟ مش عارف يعني، ده مؤشر مش مريح بصراحه. بس استاذ هشام، يعني على ذكرك لورثه المنتجين والفنانين والعظماء اللي انتجوا كل التراث الكبير او ما تبقى منه، يعني من تراث ماسبيرو، هل هيكون ليهم جزء من الارباح دي زي ما حضرتك قلت؟ هم كانوا سايبينها على اعتبار ان هي موجوده ومحفوظه حاليا في مكتبه ماسبيرو، لكن دلوقتي هيعاد استخدامها وهيعاد تدويرها مره اخرى لتحقيق الربح. فهل حد تواصل معاهم؟ هل حد كلمهم؟ هل حد استاذنهم؟ يعني انا ما فيش معلومات بتقول ان حد كلمهم. المعلومه الوحيده المتاحه في هذا الشان انه الشاعر ايمن بهجت قمر كتب تدوينة يبدو عليها الاعتراض والغضب، لا تدوينة بتحمل شيء من اللهجة الحادة، ما بتشيرش خالص انه في حد تواصل او حاول يتكلم في المنطقة دي، لانه كانت تدوينة فيها غضب وبيقول ان احنا مش هنسيب حقوق ابائنا ومؤلفينا انا وغيري، ودي لهجة مش لهجة حد تواصل معاه، واخد بالك؟ فلا اتصور يعني ان ده حصل، يمكن مستقبلا ده يحصل الله اعلم، بس حتى هذه اللحظه ما فيش حاجه بتقول ان ده حصل خالص. بس انا مصر انه نبقى مهتمين شويه بالمساله بتاعت الجانب الادبي اكتر في الموضوع، انه الاصرار على احتكار كل ما هو بيبث على المواطن
فيها حاجة مش مريحة، وتبقى هي شركة واحدة اللي بتحتكر وحتى الميديا أستاذ هشام مش من أنا مش يعني مش قادرة أتخيل، مش المفروض لو ماسبيرو ياخد خطوة عظيمة وكبيرة زي إن هو يحط تراثه على ميديا مختلف، على ميديا من الإنترنت، على وسيط جديد، وسيط رقمي، مش المفروض أو المتوقع إن هو يعني يعرض الفكرة دي وشركات تتقدم ويحصل مناقصات ويكلموا؟ شوفي حضرتك، فضلا عن الماده اللي بتتنشر على يوتيوب عبر قنوات او عبر افراد رافعينها على اليوتيوب، في مشكله كبيره كان عندنا قبل انها تتحل. واضح ان هم ما فكروش بحلها وفكروا يعني في سلق الموضوع، ان عدد مهول مئات من الحلقات التلفزيونيه سواء دراميه او سواء برامج مهمه جدا ثقافيه واجتماعيه اتعملت من الخمسينات لحد النهارده متخزنه على شرايط ومحطوطه في المخازن، ومعروف ودي معلومه كلنا عارفينها وكتبنا فيها كلنا انه كتير من الشرايط دي كان بيعاد التسجيل عليها بغض النظر عن قيمه ما تحمل بدون نسخها. فاحنا بدل ما بنحاول نعمل اعاده يعني ارشفه للماده اللي هي الحقيقه دي ماده بتاعت الناس، يعني دي مش ماده بتاعت حد، يعني الحقيقه دي ملكيه عامه، لان ده انتاج ما انتجه التلفزيون المصري ده انتج دي فلوس الدوله واللي هي فلوس ضرائب وفلوس ناس، فما هياش ينفع خالص ان هي تبقى بتتباع بشكل كده. يعني ما اعرفش، دي حاجه مش مريحه، مش صح اللي بيحصل ده خالص. وبعدين ليه فكره الاحاديه دي؟ يعني ايه 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 السر في الاصرار على احتكار المواد اللي بتبث على المواطن؟ ايه مش بس الجديده اللي هتحصل انتاجها سواء من يعني انتاج خاص او انتاج حكومي او لا حتى القديم، ده انت كمان عايز تاخد اللي في المكتبات بتاعه التلفزيون اللي انتجها التلفزيون من اول ما انشئ. الخبر اللي منشور، البيان اللي متوزع على الجرايد ومنشور، مكتوب فيه كده ان كل ما انتجه كل ما يخص انتاج التلفزيون المصري او ما سينتجه التلفزيون المصري. تمام. طبعا عشان نبقى بس بنوضح حاجه برضو، هو ده مش هيمنع ان المواد دي تذاع على الفضائيات المصريه الحكوميه، لكن هو بيمنع تداولها على الانترنت بره المنصه اللي هي اسمها واتشي. بنشكرك، شكرا ليك استاذ هشام اصلان الصحفي المتخصص بالملف الثقافي، شرفتنا استاذ هشام. عوده مره اخرى عمر، والسؤال يعني زي ما حكى استاذ هشام، دي كلها تم انتاجها يعني تراث كبير شارك فيه عدد كبير من المصريين، وشاركت فيه كانت جزء كبير منه فلوس الدوله نفسها. هل من المفترض دلوقتي ان الدوله، هل من المتوقع او يعني هل من الوارد ان الدوله تتيح التراث ده بدون مقابل، تكون متاح للجميع؟ هو في الحقيقة أنا معترض على منطق السؤال، لأن هو في الحقيقة ده مستحيل دلوقتي. يعني أقصد إحنا يعني أنا متفاهم إن كتير دلوقتي من المبدعين بيشتكوا من انتهاك حقوقهم، حقوق الملكية الفكرية الخاصة بيهم، وطرح المواد الإبداعية اللي تعبوا في إنتاجها سواء كتب بي دي إف أو أغاني أو كده. هو في الحقيقة أن اللي أنا قصدت أقوله من شوية أنه هي المنطقة دي العالم تجاوزها، العالم كله تجاوزها خلاص، ما بقاش ينفع حد يفكر أنه هو يقدر يمنع حاجة زي كده، لأنها فورا بتتقرصن. ده عامل زي أن حضرتك تفكري أنك تقطعي النت عن مصر مثلا، هو ده الحل. بس طول ما في إنترنت في ناس هتشوف، يعني افرض أن حد فتح اشترك في واتش إت وقام عامل داونلود أو مسجل، أو يعني ما هو النهارده التلفزيونات الذكيه بتشوف منها يعني نتفليكس انا بشوفها على تلفزيون بيت اللي هو سمارت ده، فممكن حد يسجلها منه وينزلها بعد كده. نفترض يعني ازاي ممكن حد يفكر انه هيحمي منتج نزل وموجود على النت؟ خلاص هو مجرد ما بيخرج محدش يقدر يسيطر عليه. يعني انا ضربت لحضرتك مثل بحلقات زي جيم اوف ثرونز بيتصرف عليها الحلقه 15 مليون دولار، الناس دي لو تقدر تحمي المنتج ده كانت حمته. فان الدوله تفكر انها عايزه، هو بس ده برضو معلش بيلمس مع نقطه تانية مهمه، ان مفيش حاجه تبقى ببلاش. يعني انه انت كمواطن لازم تدفع 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 باي شكل، يعني خساره فيك تاخد حاجه ببلاش. انا اسف يعني الواحد بيحس كده، طب ليه؟ ما هو خلاص اصلا ده مش في ايدي، ولا في ايد الحكومه ولا في ايد ماسبيرو ولا اي حاجه. ليه الاصرار
على انه اي حاجه تبقى مدفوعه بالشكل ده، مدفوعه الاجر بالمنظر ده، اذا كان المنتجين اللي بيدفعوا دم قلبهم وبيدفعوا ملايين الملايين عارفين ان الحاجه بتتقرصن، وبطلوا يجروا ورا الفكره دي، يعني بطلوا يعملوا محاولات لمنع القرصنه لانها بقت حاجه ما ينفعش السيطره عليها. بقى في وسائل تانية لانك ازاي تقدم منتج. يعني انا عايز اقول لحضرتك حاجه، كنت اتمنى بجد، مش ده مش من باب النقد، يعني انا كنت اتمنى ان القائمين على مسبيرو او الدراما في مصر يفكروا ان هم مثلا يستلهموا تجربه زي الدراما التركيه اللي ممكن حتى نختلف على حاجات فيها، يعني ان ناس عملت تجارب دراميه سمعت في العالم او في جزء كبير من العالم وبتتشاف على نطاق واسع جدا، وهم لا ليهم تاريخ زينا في الدراما ولا هم مثلا لغتهم منتشره زينا. يعني احنا عندنا ميزه ان الدراما المصريه في ملايين في العالم ممكن يشوفوها عشان اللغه اصلا. يعني لو احنا يعني اللي بينتجوا محتوى بينجح وبيحقق ارباح ما بيفكرش ان هو هيتقرصن ولا لا، لان ده خارج ارادته، بس هو بيقدم منتج قوي وبيقدم لك يعني انا قلت لحضرتك قبل كده في حلقه سابقه ان نتفليكس انا بشترك فيها ب 50 جنيه الاربع اجهزه، يعني ب 12 دولار اللي هو 200 جنيه يعني فالاربع اجهزه. طب انا بدفع 50 جنيه مقابل ماده هائله، افلام وثائقيه ودراما وافلام في كل ما تتخيليه من كل ثقافات العالم، بدفع فيها 50 جنيه مصري وبتجيلي بالعربي كلها وغيري وغيري. هو الناس دي بتعمل ايه؟ تعمل مسلسل قوي جدا تصرف عليه ملايين الملايين، هم بيعتمدوا على ان هم بيسوقوه على نطاق واسع جدا في مصر والصين والخليج والهند وامريكا، وكل واحد بيدفع مبلغ قليل عشان هم عارفين انها هتتقرصن. هم لو قالوا لي ادفع عشان نتفليكس 100 دولار مثلا، انا كمستهلك مصري مش هقدر اعمل ده، خاصه المستهلك المصري هيلاقيها متقرصنه في مليون موقع في مصر، هم مش هيعرفوا يجيبوه في امريكا ولا اي حد هيعرف يجيبه. فلما تبقى الحلقه مخدومه كويس وتتطرح الاشتراك، اظن نتفليكس انا قريت ان كان نص مليار واحد مشترك فيها، 500 مليون او اكتر من كده، فلما كل واحد يدفع مبلغ زي 50 جنيه ولا 50 دولار هم هيكسبوا. يعني انا نفسي ان القائمين على صناعه شكرا ليك، كنت معنا عبر خدمه سكايب من الاسكندريه عمر حاضق الشاعر والكاتب الصحفي، شرفتنا يا عمر. شكرا. نخرج معاكم لفاصل ونعود لاستكمال فقراتنا، ابقوا معنا. في ديسمبر الماضي نشرت صحف مصرية خبر لقاء اللواء محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي مع سفير إستونيا بالقاهرة لبحث ملفات منها مشروع تنفيذ منظومة حجز التذاكر إلكترونيا لتأمين عودة الجماهير إلى ملاعب كرة القدم. ما لم تذكره الصحف المصرية بعدها هو تطورات هذا الاتفاق وعلاقته بإجراءات تأمين مباريات كأس الأمم الأفريقية المرتقبة، وهو ما تحدثت عنه مصادر صحفية في إستونيا. ينضم إلينا في الاستوديو أحمد سميح مدير مركز أندلس لدراسات التسامح والمساواة. أهلا بك معايا يا أحمد. أهلا بك. دلوقتي في البداية يعني اشرح لنا ليه اللواء العصار بيقابل سفير إستونيا شخصيا عشان يتفق على الاتفاقية دي، وليه إستونيا تحديدا؟ ويعني دولة يعتبر عدد كبير من المصريين ما يعرفش مكانها على الخريطة، ما يعرفش اسمها ايه، ايه أهميتها في المجلة؟ دولة استونيا من الدول القليلة في العالم عدد سكانها صغير، 1,400,000، حوالي 43,000 كيلومتر مربع، وفي دولة يعني في منطقة بحر البلطيق من أوائل الدول اللي استقلت عن الاتحاد السوفيتي، وعندها تاريخ طويل ضد الأفكار اليسارية المتطرفة وضد الدكتاتورية العسكرية. وبالتالي قررت يعني من الأول خالص أنها تتخلص من الفساد والإرث المتعب ده، وتعمل دولة حديثة فيها التكنولوجيا والإنترنت بيلعبوا دور رئيسي في كل شيء. الدولة الوحيدة اللي تقريبا كل المعاملات الحكومية هي الحكومة الإلكترونية الحقيقية من الأوائل، ومن الأكثر تحققا 90% من المعاملات اللي بتتم ما بين المواطنين أو المقيمين والحكومة بتتم عبر الإنترنت. من كل هذه المنظومة اللي هي أصلا بتساعد الدولة أنها تقدم أحسن خدمات عندها للمواطنين أو السياح أو المقيمين، اخترت الدولة المصرية أنها تاخد منهم الحتة بتاعت التيكت كأس الأمم الأفريقية. مصر فجأة
بقت هي يعني لظروف استثنائيه بقت هي اللي بتستضيف كاس الامم الافريقيه، والرئيس عبد الفتاح السيسي شخصيه بتحب التباهي ويعني والتفاخر ببلده، وفكره يعني انه عايزين نعمل حاجه كبيره وكده. بس طبعا في نفس الوقت الحكومه المصريه منع وجود جماهير في كل مباريات الدوري المصري او اي مباريات تانية، وبلا استثناء لما بيحصل وجود جماهير حتى لو في بطولات تانية بيبقى في ضغط سياسي وامني ضخم على المجتمع، فالناس بتعبر من خلال التواجد الكروي، ومشجعين الكره في مصر عندهم ولاء حقيقي لبلدهم وعندهم ولاء حقيقي للفرق اللي بيحبوها وبيشجعوا بحب حقيقي للاثنين في الحقيقة. وعندنا للأسف تاريخ سيء في هذا الإطار، عندنا شهداء من مشجعين الفرق الأكبر الأهلي والزمالك في ظروف مباراتية بحتة. النظام التيكتينج الاستوني هو استخدم قبل كده، أقرب حاجة ليه كان في كأس العالم، وهو قايم على فكرة بسيطة خالص. أنا بس الأول عايز أقول إن أنا بعد يعني بعد الخبر بتاع مصر ال 12 في ديسمبر قعدت أتابع أدور على أي أخبار، ما فيش أي حاجة في إستونيا، خصوصا إنه الحكومة الإستونية ما عندهاش شركات زي دول تانية، يعني ما فيش شركة بتعمل مكرونة، ما فيش الحكومة لا تملك شركات، فكنت مستغرب إزاي هيعملوا ده، فاكتشفت إن هم عاملين ده من خلال شركة إستونية مش عايز طبعا أذكرها، لكن هو بيملكها رجل أمن سابق في مرحلة ما بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، وأصبح عضو في البرلمان، وشخصية يعني معروفة في المجتمع الإستوني، وهو اتعمل معاه حوار طويل في إحدى الصحف أو إحدى المواقع الإلكترونية الإستونية. قعد يقول أنا ماليش دعوة بالسياسة، ماليش دعوة بالسياسة. ما هو اللي راح حوله وسأل عن مصر، فكان في أسئلة يعني كان المفروض يسأل فيها، فلما سئل الأسئلة دي جاوب إن هو مش دعوة بالسياسة، لكن هو وضح في الحوار، وأنا أديت القناة عندكم الحوار بالضبط كده باللغة الإستونية وكمان الترجمة الإنجليزية للحوار. أهم ثلاث معالم أساسية في الحوار، معلم رئيسي إنه الشركة دي شركة تأمين، شركة تأمين يعني عندها رجالة بسلاح بتأجرهم في عمليات محددة يعني، وعندها قدرات بتربط ما بين الأمن اللي هو بالأفراد والأمن الإلكتروني ده هو الأستاذ يانوس راهوماجا، عضو البرلمان السابق ورجل الأمن الإستوني. الحوار ناقش ثلاث نقط أساسية. النقطة الأولى كانت غريبة جدا بالنسبة لي في الحقيقة، هي النقطة المتعلقة بأنه الشركة دي اشتغلت على تأمين عملية حفر التفريعة الجديدة في قناة السويس، وما وضحش بالضبط زي عملية التأمين، لكن وضح أنه هو دي مش أول مرة ليه اشتغل في المنطقة، اشتغل في مصر في عملية التأمين بتاع قناة السويس، واضح أنه هو بأدوات تكنولوجية مختلفة كان بيساعد في عملية التأمين أثناء الحفر. الشيء الثاني أنه هو راح زي طبعا ما شايفين في الصور زار زيارة واسعة لمصر، زار فيها 9 استادات وعرف إيه المشكلات اللي موجودة. واحدة من المشكلات الأساسية اللي موجودة هو مش هيقدر يحلها، ولا اللي هو العصار هيقدر يحلها، ولا حد يعرف يحلها، أنه في زي ما أنا قلت في الأول في رغبة للتعبير من خلال الكورة. دي ما لهاش حل إلا حل سياسي، إنه المجتمع يتفتح، فيبقى ينفع تعبر من خلال الأحزاب، ينفع تعبر من خلال الجمعيات، ينفع تعبر حتى من خلال صفحتك الشخصية على السوشيال ميديا، لكن لما ما ينفعش تعبر في أي اتجاه الكورة يمكن تبقى هي النموذج الأسهل، المجال الوحيد إن الجماهير لما تتجمع هي تهتف، بالضبط تهتف تغني يعني وما إلى ذلك. أنا بدعو عشان أنا راجل بتاع حقوق إنسان، بدعو بقى الناس اللي عندها أي خطط أو أفكار في هذا الموضوع إنها تأجلها أو تلغيها. لا فهمنا هو إيه برضو نظام تأمين أنت قلت دي؟ أيوة ما أنا بدعو الأول عشان أشرح بالكلام، حكينا المنظومة نفسها إيه؟ المنظومة قايمة على داتا بيس كاملة
هي زي قايمة على كونسبت بسيط موجود في الشركات التأمين الاستونية اللي هو الكي واي سي، اعرف، او حتى اللي شغالين في البنوك عارفين الكونسبت ده اللي هو اعرف العميل. فانت اكبر داتا تقدر تلمها عن العميل، والعميل في اللحظة دي هو الشخص اللي بيروح يشتري تذكرة من الموقع الالكتروني اللي ابتدأ على فكرة. تقدر المواطنين المصريين يقدروا النهاردة يروح يشتروا التذكرة دي عشان ياخد حاجة اسمها الفان اي دي، او يعني بطاقة المشاهدة او الفان اي دي، فان يعني هاوي او مشجع للفريق، مشجع للفريق، فبطاقة المشجع يعني. وبطاقة المشجع دي بتظبط كل الداتا بيه، الداتا الخاصة بالشخص. حتى في مصر النهاردة أنا كنت بسأل يعني، فاكتشفت أنه الأم، اسم الأم الثلاثي مطلوب ليه؟ معرفة عشان ما يبقاش أحمد سميه محمد مثلا، بس مش ابن والدته فلانة الفلانية، عشان لو في اسامي مش متشابهه يبقى عارف انت مين. فكل الحركات والتريكس القديمه بتاعت ناخد تذكره فبيعها لفلان وفلان ياخدها يبيعها لفلان فمحدش عارف مين التذكره بتاعت مين، دي انتهت. انت هتستلم اي دي كارد مطبوع عليه غالبا صورتك، غالبا محدد ليك مكان معين في الملعب. والحوار الصحفي بيقول ان هو هيستخدم في كل مباراه 150 شخص من رجال الشركه بتاعته اللي هم غالبا تأمين. عندهم اجانب وعندهم خبرات، وبيتم تقسيم الملعب لحوالي 100 سيكشن، وبيبقى فيه عمليه نوعين من المراقبه. في مراقبه شخصيه، بيبقى فيه شخص واقف قدام السيكشن بيتابع بشكل راسي او ممكن بشكل افقي، بيتابع اي اكشن بتبتدي تحصل جوه السيكشن ده او المكان ده جوه الاستاد، وبيبلغ طبعا على في كل الانظمه دي شغاله مع بعض. زائد ان في عمليه مراقبه يعني بتعمل موشن ديتكشن. الموشن ديتكشن دي يعني الكاميرات، مش بس كاميرات بتسجل، لا، هي الكاميرات بتسجل وبتخبر الانظمه التكنولوجيه على نوع الحركه. يعني ممكن الكاميرات دي عندها تكنولوجي انها لو اتنين مسكوا ايد بعض هتدي موشن ديتكشن، هتقول ان في حاجه اتنين بيمسكوا ايد بعض. لو واحد بيقذف بيحدف حاجه لحد، بلاش بيقذف على الملعب مثلا زجاجه ماء او حاجه، هتدي الديتكشن ده. فمش بس يعني المعرفه من خلال الرؤيه النظريه، وانما المعرفه من خلال التصوير نفسها. والحركه وشكلها. فهو يقدر لو هو في الكنترول روم اللي هي مش هتبقى في الاستاد، او ممكن تبقى في الاستاد على حسب يعني هم هيشتغلوها ازاي، يقدر يكتشف بسرعه جدا ايه اللي بيحصل في الملعب. والبدايه كانت فين وفين كرسي ومين كرسي ومين الشخص ومين اللي قاعد على الكرسي ده ومين اللي قاعد جنبه ومين 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 ومين، ويجمع كل الداتا ده، وبالتالي يحرك ال 10,000 جندي اللي هو الراجل متكلم على 10,000 جندي من الجنود المصريين، يبتدي يحركهم بناء على سيناريوهات مختلفه بتبقى الشركات مجهزاها مسبقا من اول. يعني انه ناس بتدخل الملعب، الناس ازاي بتخرج من الملعب وما الى ذلك. لكن انا احب جدا انه يعني ان المصريين يبقى عندهم الوعي بانه حكومتهم عندها استعداد انها تدفع. ودي يمكن من الاسباب بالمناسبه زياده التذاكر، لانه الناس كانت ناشت انه فجاه اسعار التذاكر زادت جدا. ما هو في نظام اهو مكلف بالزبط. لازم ندفع للنظام بالظبط. في نظام مكلف، الدوله مكلفه يا جماعه. الدوله مكلفه عشان تشوف هتعرف. هل عندك فكره ممكن يكون مكلف الدوله ازاي؟ اتسال سئل عن المبلغ المالي، قال مش عايز اقول. قال مش عايز اقول، انت بصيت على الترجمه. قال مش عايز اقول، وانا ما بتكلمش في فلوس وكده. بس كمان هم ممكن يكونوا عملوا حركه تانية، انه تكون الشركه دي دخلت في شراكه مع شركات حكوميه مصريه او شركات تملكها اجهزه امنيه مصريه، وده في الاغلب العام هو اللي حصل يعني. فبالتالي مساله الفلوس هتبقى فين وهتتقسم ازاي وكده، ده موضوع يعني هنكتشفه مع الوقت. لانه في دوله يعني بنتعامل مع نظامين
عكس بعض خالص. دولة منفتحة جدا جدا وفيها شفافية في المعلومات، ودولة منغلقة جدا جدا. ففي الفرق ما بين الدولتين دول هنعرف نوصل. غريبة مثلا، مع ان الدولة دلوقتي مثلا بتعمل نظام الدفع الالكتروني او مثلاً، بتعمل مثلا ده وده، بس ما اشتريتوش بقى من بره، ما اشتريتوش من استونيا. لا مش مهم، انا مش عايز اسوق لاستونيا، لكن يعني في الحقيقة انا رأيي انه استونيا افضل دولة في الموضوع ده. كل معاملة ليها رقم قومي، كل يعني لو عايزة مثلا طلع شهادة ميلاد فالمعاملة دي ليها رقم قومي، وانت ما تدفعيش حاجة لأي موظف، انت بتحولي الفلوس لوزارة المالية مباشرة برقم المعاملة. فالمعاملة بتروح تستلميها خلال عدد معين من الأيام. الحكومة المصرية بعيدة خالص عن الخيال ده. وإن يعني أنا عايز أرحب جدا جدا بالعمل اللي هو العصار في أنه استخدم النوع ده من التكنولوجيا علشان يحقق أغراض معينة أو أغراض أمنية في مصر. بدعو الحكومة أنها تستخدم التكنولوجيا دي عشان تسهل على المصريين حياتهم، لأنه التكنولوجيا دي سهلة جدا جدا وهم مساعدين يبيعوها، وهتسهل على الحكومة المصرية أنها تبقى دولة يعني بتحترم مواطنيها وبتديهم الحدود الدنيا من الكرامة الإنسانية والحدود الدنيا من سرعة التعامل، ومفيش طابير ومفيش وقفة ومفيش اطلع عند مدام سامية في الدور الثاني عشان تختم واستنى الخزنة. بس على كده يا أحمد، نصيحتك لمشجع كرة القدم اللي هيروحوا الاستادات وقتها، انت معروف كل شيء عنك قبل ما تيجي للمباراة وأثناء وجودك في الملعب ويمكن بعد خروجك من الملعب كمان. فأي أفكار يعني قد تنشأ أنا متأكد أن النظام هيلقطها، النظام التكنولوجي هيلقطها. مش عارف الدولة المصرية هتعمل إيه في اللي هيتلقطه الكاميرات أو الأجهزة الإلكترونية المختلفة. بس خلي الناس تبقى عارفة أن هي الناس من وقت حجزها للتذاكر فالمعلومات المتعلقة بها هي كشخص، وزي حتى اسم السيدة الوالدة بيطلبوا عشان خاطر اشتري التذكرة، فالمعلومات كلها موجودة. وجودي في الملعب مراقب من فرد أمن ومن كاميرات بتعمل موشن ديكتيشن، يعني هتقدر تلقط حتى كل حركة أنا بعملها. فبالتأكيد يعني هتقدر تلقطها وتعرفها للسيستم وتقول دي حركة عدائية مثلا، دي حركة عدائية. طيب خليك معنا، ابقى معنا يا أحمد. نخرج معاكم لفاصل ونعود لاستكمال فقرتنا، خليكم معنا. أهلا بكم من جديد. قبل ساعات استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان الفريق أول عبد الفتاح البرهان في أول زيارة له خارج بلاده منذ توليه منصبه. وتأتي الزيارة قبل أيام من إضراب عام دعا إليه قادة حركة الاحتجاج في السودان الثلاثاء والأربعاء. مزيد من التفاصيل في التقرير التالي. ما تم وما ذكر في أول زيارة خارجية منذ توليه منصبه، وصل اليوم إلى القاهرة عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري السوداني. وتأتي زيارة بعد يوم واحد من زيارة قام بها نائبه محمد حمدان إلى السعودية والتقى فيها بن سلمان. لكن اليوم بتم العرض. تزامن زيارات الرجل الأول والثاني بالمجلس العسكري السوداني إلى الرياض والقاهرة يحمل الكثير من الدلالات والرسائل. ففي خلال الأسابيع السابقة كثرت التصريحات الودية من حكام السودان العسكريين تجاه المحور الإماراتي المصري السعودي في ظل مساعدات مالية سخية من أبوظبي والرياض إلى النظام الجديد وصلت إلى 3 مليارات دولار، بالإضافة إلى الدعم السياسي للمجلس العسكري. وهو ما رد عليه الثوار السودانيون بمظاهرات لرفض ما أسموه بتدخل دول المحور في الشؤون السودانية الداخلية. ومنذ الإطاحة بالبشير اختارت الدبلوماسية المصرية عبارات محايدة وعامة في وصف الحراك السوداني الشعبي، حيث نادت بيانات الخارجية بضرورة استقرار السودان ودعم خيارات الشعب السوداني. كما صرح الرئيس السيسي في قمة إفريقية في أبريل أن الحل سيكون عبر طريق حوار شامل بين قوى سياسية مختلفة على أن تكون الفترة الانتقالية، ولكن الحوار بين المدنيين والعسكريين ما زال متعثرا. فتلك الزيارات الخارجية تأتي في الوقت الذي أعلنت فيه المعارضة السودانية الإضراب العام اعتبارا من يوم الثلاثاء القادم، في ظل تعثر الوصول إلى حل توافقي بشأن تشكيل المجلس السيادي ومسار المرحلة الانتقالية.
وينضم إلينا من الخرطوم المحامي صلاح وجدي القيادي في قوى الحرية والتغيير. أهلا بك معايا يا فندم. وخليني أسألك في البداية أستاذ صلاح، ممكن في البداية تشرح للسادة المشاهدين اللي بتفرجوا علينا وقد يكونوا يعني في مصر مش متابعين جيدين للأحداث اللي بتحصل في السودان، إيه اللي بيحصل حاليا في السودان وليه لم يهدأ الأمر بعد رحيل البشير؟ طيب، شكرا جزيلا لكم. أنا وجدي صالح من قيادة قوى إعلان الحرية والتغيير. حقيقة تحية من خلالكم لكل المشاهدين. والبيحصل حقيقة أنه قوى إعلان الحرية والتغيير وبعد أن توصلت إلى نقاط اتفاق نحن كنا بنراها متقدمة حقيقة فيما يتعلق بالمستويات الثلاثة للسلطة الانتقالية، وهي مجلس السيادة ومجلس الوزراء والمجلس التشريعي الانتقالي أو البرلمان الانتقالي، توافقنا حول السلطات والصلاحيات واتفقنا عليها مع المجلس العسكري الانتقالي، ثم من ثم سارعنا في الاتفاق أيضا على كيفية تشكيل مجلس الوزراء، ووافق المجلس العسكري باعتبار أنه قوى إعلان الحرية والتغيير هي الممثل الشرعي والوحيد لقوى الثورة، وبالتالي على قوى إعلان الحرية والتغيير هي التي ترشح وتعين رئيس مجلس الوزراء ومجلسه، كما تم الاتفاق على أن نكون شركاء أيضا في ما يتعلق بالمجلس التشريعي، وتم الاتفاق على أن تكون قوى إعلان الحرية والتغيير بترشيح وتعيين 67% من البرلمان الانتقالي أو المجلس التشريعي الانتقالي، والنسبة المتبقية 33% يتم التشاور ما بين المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير في تمثيل القوى السياسية التي لم تشارك في النظام السابق والتي كانت جزءا من الثورة ولكنها لم تكن جزءا من قوى إعلان الحرية والتغيير، وتوافقنا على ذلك. إذن نحن توافقنا على نسبة عالية في النقاط التي كنا مختلفين عليها مع المجلس العسكري الانتقالي، ولكن سرعان ما تمسك المجلس العسكري الانتقالي بأنه يريد أغلبية عسكرية ورئاسة عسكرية لمجلس السيادة الذي توافقنا على سلطاته وصلاحياته. نحن ببساطة رددنا على المجلس العسكري الانتقالي أن هذه الثورة هي ثورة شعبية انتفضت على نظام عسكري تريد الانتقال إلى سلطة مدنية انتقالية، ومنها إلى انتخابات حرة ونزيهة ترتب لها وتديرها هذه السلطة الانتقالية أو الحكومة الانتقالية، وبالتالي لا يمكن للثوار أن يقبلوا بأن يكون على رأس هذه السلطة عسكري والأغلبية تكون للعسكر، وبالتالي نكون قد أعدنا إنتاج المجلس العسكري الانتقالي باسم جديد وهو باسم مجلس السيادة. وأصرينا على أن تكون الأغلبية هي أغلبية مدنية لأن هذا ما نادى به وطالب به الثوار، وأيضا أن تكون رئاسة هذا المجلس للمدنيين، ولكن رفض المجلس العسكري كل هذه الأطروحات. ونحن أصلا في البداية كان مطلبنا أن تكون أو يكون التمثيل مجلس السيادة كله مدنيين بتمثيل عسكري محدود، والتمثيل العسكري المحدود هو التمثيل الرمزي إيمانا منا بدور القوات المسلحة السودانية، وباعتبار أنها شريك لقوى إعلان الحرية والتغيير وشريك للشعب السوداني في المحافظة على أمنه واستقراره ورسم ملامح الفترة الانتقالية القادمة، ولكن أصر المجلس العسكري على الأغلبية وأصر على الرئاسة، وهنا وصلنا إلى طريق مسدود بموجب ذلك أو هذا الانغلاق الذي تم في عملية التفاوض، تم إيقاف أو تعليق الاجتماعات إلى حين حدوث أي اختراق. هذه هي الحالة التي نعيشها الآن في السودان. نحن كقوة ثورة لازلنا مصرين ومتمسكين بالأغلبية المدنية لأن هذا الأغلبية المدنية هي رمزية الثورة، والأغلبية العسكرية تعني أن الذي تم ليس انحياز للشعب وإنما هو انقلاب عسكري، لأنك حينما تصر على أن تكون الأغلبية عسكرية والرئاسة عسكرية فأنت تصر على أن تعلن أن ما تم ليس انحيازا للثورة وإنما هو انقلاب عسكري. هل يعني يريد المجلس العسكري من خلال أن يحكم به. أستاذ وجدي، قوى بيان الحرية والتغيير دعت لإضراب عام يوم الثلاث والأربعة، هل شايف هناك علاقة ما بين زيارة الفريق عبد الفتاح إلى مصر وبين هذه الدعوة؟ نحن نقول بأننا دعينا إلى إضراب عام يوم الثلاثاء والأربعاء،
وده مواصلة منا في مسألة التصعيد المدني الثوري السلمي. ليس لدينا سلاح لنحقق به أهداف الثورة السودانية سوى نفس الأسلحة السلمية التي استعملناها في مواجهة النظام السابق، اللي هي مسألة الاعتصامات والمواكب والإضرابات السياسية. هذا الإضراب نحن نستعمله حقيقة ولا نخفي ذلك، أنه سلاح لدينا للضغط على المجلس العسكري الانتقالي للاستماع إلى مطالب الثورة والثوار. نحن لسنا في معركة حتى لا تصور أو ليستصور المجلس العسكري. نحن نطالبه بأن هنالك أمانة هي السلطة الشعبية. السلطة الآن في يد المجلس العسكري، ما على المجلس العسكري إلا أن يرد هذه الأمانة لأصحابها الحقيقيين، لأن السلطة هي سلطة الشعب. مسألة زيارة الرئيس المجلس العسكري لمصر أو زيارة النائب للمملكة العربية السعودية، نحن نقول أن كل هذه الزيارات إذا كانت كما أعلن عنها بغرض تسليم السلطة للشعب، فإن السلطة الآن التي يطالب بها الشعب هي السلطة المدنية، ولا أظن أن هنالك صوت يعلو فوق صوت الشعب ولا سلطة تعلو فوق سلطة الشعب. وبالتالي على المجلس العسكري أن يستجيب لنداءات الشعب السوداني ومطالب الشعب السوداني بإعادة السلطة إليه بتسليمها لسلطة مدنية انتقالية. يمكن من خلال هذه السلطة أن نرسم ملامح الفترة الانتقالية الغادمة ونحقق أهداف الثورة فيها، وإيقاف هذا التدهور الاقتصادي وإيقاف هذا الإقصاء الذي تم للسودان من محيط الدولي والإقليمي. أبقى معي سيد وجدي، وعودة مرة أخرى أستاذ أحمد، وزي ما قال ضيف العزيز من السودان أستاذ وجدي، إن النهاردة رئيس المجلس العسكري بيقابل عبد الفتاح السيسي، وامبارح كان النائب موجود في السعودية قائد القوات الدعم السريع محمد حمدان بيقابل بن سلمان ولي العهد السعودي. هل ده تنافس ما بين مصر وما بين السعودية، ولا في تنسيق ما بينهم تعتقد؟ ما أقدرش أحدد هل هو تنافس ما بين الاثنين ولا لأ، ولكن لقاء العبد الفتاحين النهاردة خلى من عامل وجد في السعودية للنائب الأول، وهو الاستقبال الشعب السوداني. في جمهور سوداني موجود في المملكة العربية السعودية استقبل النائب الأول وتفاعلت معه، لأنه في علاقة جيدة جدا ما بين هذه الأسر والمملكة العربية السعودية تاريخية، وبعضهم قياديين في أحزاب معارضة رئيسية. لكن ما فيش الظهير الشعبي عند الحكومة المصرية اللي استقبل عبد الرحمن عبد الفتاح البرهان. في رأيي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيدله إلى الطريق الأمثل للقضاء التدريجي على هذه الثورة، لأن الرجل عنده خبرة وتعامل مع الثورة المصرية والشعب المصري نجح. هيقول له يعني أعتقد وليس لدي معلومات ولكن تحليل، هيقول له فرق تسد، ادعوا الانتخابات قريبة فيتنافس المتنافسون، فالأستاذ وجدي صالح القيادي في الحرية والتعبير هيختلف مع الأستاذ زميله، وده هينزل على قائمة وده هينزل على قائمة، ثم القوائم تتنافس، ثم ياخدوا أول برلمان، ثم يثبتوا للناس إن هم مش هينجحوا، ثم يبقى عندك فرصة أخرى للقفز مرة أخرى والوجود في السلطة. فإذا كان في نصيحة ننصحها للإخوة في السودان، لا تقبلوا بأي انتخابات تفرق بينكم، لأن الانتخابات بطبيعتها بتفرق بين الناس، بتخلق حالة تنافس. ركزوا جدا، ما تخطئوش الخطأ بتاعنا، ركزوا جدا جدا على وثيقة دستورية أهم من التركيز على شكل السلطة. الوثيقة الدستورية هي الأمر الأهم على الإطلاق، اللي تجعل هناك عقدا اجتماعيا جديدا ما بين الشعب السوداني وما بين أطراف المختلفة بما فيها القوات المسلحة السودانية. طب خليني عودة مرة أخرى، والسيد وجدي زي ما قال زميلي وصديقي أحمد سميح، أن بالتأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بيعطي خبراته للسيد عبد الفتاح من جانبكم. هل قوى التغيير في السودان قدرت وتستطيع أن هي تتفاعل مع قوى التغيير في مصر، وأن تستطيع أن تتعلم من الدروس اللي مرت بها قوى التغيير في مصر؟
مع التقدير يعني للخبرات في مصر وغيرها، لكن الشعب السوداني أيضا لديه من التجارب ما استفاد منه ويستطيع من خلالها أن يحدد مسيرته. بالتأكيد. يعني نحن بنرفض أي انتخابات، نحن بنرفض أي انتخابات يمكن أن تجرى في هذه المرحلة الانتقالية، لأن هذه المرحلة الانتقالية الغرض منها التمهيد وتحديد البنية الأساسية التي يمكن أن تقوم من خلالها انتخابات حرة ونزيهة، وليست انتخابات كرتونية أو شكلية مثل ما كانت تتم في عهد النظام السابق. وإذا كنا سنقبل بانتخابات بهذه الصورة فلماذا صرنا؟ كان يمكن أن نقبل بانتخابات 2020 التي دعا لها الرئيس المخلوع. نحن رفضنا أي انتخابات في ظل النظام السابق، وبالتالي لن نقبل بأن تجرى أي انتخابات في ظل هذا الوضع الحالي، ولن نقبل بأن يحدد لنا المجلس العسكري انتخابات مبكرة. الذي يقول انتخابات مبكرة وكأنه كان يعيش في عهد ديمقراطي أجريت فيه انتخابات من قبل حتى يبكر بانتخابات مبكرة عند الاختلاف السياسي في بعض القضايا الكبيرة. السودان على الإطلاق لم يعيش أي فترة انتخابية أو فترة ديمقراطية منذ 30 يونيو 89 وحتى تاريخ هذه اللحظة. نحن نناضل الآن من أجل أن نمهد الطريق لأوضاع مستقرة خلال هذه الفترة الانتقالية تجرى بموجبها انتخابات حرة ونزيهة في نهاية هذه الفترة. وكيف تجرى انتخابات ما لم يتم؟ شكرا لك سيد وجدي صالح القيادي في قوى الحرية والتغيير، وكل أمنياتنا لشعب السودان بالحصول على الحرية بإذن الله. وبنشكرك أحمد سميح مدير مركز أندلس لدراسات التسامح والمساواة، شرفتنا أستاذ أحمد. شكرا لكم ضيوفي، شكرا لكم متابعتكم، ليلتكم سعيدة وبكرة أحلى بإذن الله.